مودي يعني برضو ماشي الفوز حلو وكل حاجه، لكن ده درس ودرس مهم جدا. وانا هفضل اكرر الجمله اللي كابتن حاتم قالها، جمله في مكانها جدا، الزمالك عمل دراما بدري. يعني الكلام ده لو في دور الثمانيه دور الاربعه دور النهائي افهم، فرقه هاد تو هاد، فرقه قدي، لكن دي فرقه بعيد قوي يعني. طيب خليني اقول لك الاول مبروك طبعا لنادي الزمالك، جماهيره اللي كانوا موجودين النهارده كتير جدا، ونتمنى ان شاء الله تبقى الجماهير في الاستاد ويبقى الشكل كله يتملي. بيفرق كتير طبعا، 76100 على الاقل 50 60، الموضوع ده هيختلف تماما. صح. مبروك لحازم طبعا، يعني يمكن احنا الشوط الاولاني هو يمكن حازم قبل المباراه قال نقطه مهمه كده هنرجع لها على اسوري، وقال ان هو ساعات بيبتدي بيبقى عنده ثلاث حاجات بيعملهم، هو بيعمل حاجه من الثلاثه، موضوع التشكيل او يبقى يدي يتدخل ويعمل تغييرات او تاكتكس او التشكيل من الاول وبعد كده يرجع يغير تغييرات سيئه في مباريات معينه. هو النهارده احنا اتكلمنا في نقطه ان لعب باثنين مهاجمين، وقلنا ان هو لازم يلعب باثنين مهاجمين عشان يجيب جوان، بس هو مش محفظ الاثنين مهاجمين يتحركوا ازاي، وبالتالي كانوا مخنوقين وطريقه اللعب كانت مخنوقه، وقدر يمكن ارتا سولار ان هو يحرز هدف وشكل الزمالك كان عادي. وبالعكس الزمالك سجل لما خرج واحد من الاثنين رؤوس حرب. اول ما غير الشكل اللعيبه تحررت. صح. فلقيت مصطفى شلبي منور. لقيت عندك شيكابالا منور، زيزو منور، فتوح هايل، اوباما تغيير فرقت كتير. فانت كل اللي انت عملته، هل اوباما كويس قوي فنزل غير كل الشكل؟ اوباما كويس طبعا. بس كمان بس انت غيرت الشكل بتاع الفرقه كلها. فانت خليت كله يتحرك، ولما جبت الهدف الاولاني ثم الثاني فخلاص بقى في امل. فبقى عندك جماهير، بقى عندك في امل، الفريق الثاني نزل يعني يمكن ارتا سولار نزل تماما، حس بالخطوره خلاص، حس بالخطوره وخلاص انت بقى عندك زي ما حازم بيقول، خلاص بقى عندك هدف ان انا ممكن اجيب اربعه. طب انت هتستفيدني من اللي حصل ده كله ازاي؟ انت برضو اللي جاي اصعب بكتير. ما هو ده انت لسه ولا حاجه، بس انت هم المباراه دي بص في ممكن مفهوم او مقوله زي ما انت قلت كده ان يا جماعه ده بدري قوي، ده دور ال 32 هتعمل ايه ما توصل النهائي؟ انا هقول لك من وجهه نظري كمحلل، بصرف النظر عن دور ال 32 او المجموعات او حتى اي دور، انت عندك مباراه المدرب بدا بشكل اللعيبه مش متعود عليه، اما غيرت عديت. حلو. اقفل انا من دي، انت كسبت. صلح اخطائك بس انت كسبت، خلاص اعمل على كده، فثبت التشكيل. الزمالك ما ثبتش التشكيل لغايه دلوقتي في المباريات تقريبا ولا مره. فانت ثبت التشكيل خلاص، وثبت طريقه لعب، وطريقه لعب دي اهم من التشكيل بالظبط كده، وتكتكس لطريقه معينه. انت دلوقتي خلاص ما ينفعش تلعب باثنين مهاجمين، وعندك الثلاثه صناع لعب اللي تحت لعيب الكوره، وعندك فتوح لعيب كوره ومهم زي معلول في الاهلي بيلعب لقدام، وعنده حلول كتير جدا. يمكن حازم شرح في كورتين لو جبناهم، ويمكن الهدف الاولاني قبليها بكره عمل سلو برده باس لمصطفى شلبي. فانت بتتكلم في حاجات كلها كريم كويسه جدا. طيب بعد ما عملت الشكل ده وكسبت وغيرت تغيير واحد والشكل عمل لك كل الكلام ده، بص حلو جدا، وبرده والهدف برده كان كده. وعلى فكره مش دي بس، ده فتوح على طول كان هو اوباما عاملين شغل جامد جدا من جنب هو او مصطفى شلبي. فانت عندك حد لعيب كوره. طيب عملت دلوقتي غيرت سيف الجزيري، انت كسبان، بس انت لازم برضو ما تقولش انا كسبان فخلاص اقفل، بص على اخطائك اللي انت عملتها. صح. بعد ما سيف طلع اتعمل مثلا بتحوالي 8 اوفرات، لو في فريق بيلعب بدماغه جوه. صح. يعني انت الوحيد اللي كان بيلعب بدماغه وعمل خطوره هو اوباما. ويمكن كان مشارك في اهداف كتير جدا، اسيست في يمكن. انت ما بتتعب يا كريم بيجي لك فرص وربنا بيكرمك، ما بتعمل اسباب. هل الكوره بتاعت زيزو تيجي؟ فمفهوم الكره ما تجيش، عمرها ما تقع من الجون بالشكل ده. صح. بس انت عشان تعبت فانت هيجي لك طبعا، ربنا ادالك، وهتلاقي ظروف غير طبيعيه. دي مثلا ضربه جزاء ما اتحسبتش، ممكن لعيبه الزمالك نزل الشوط الثاني اهدى، الطريقه اتغيرت، بيدور على ضربه جزاء وخلاص، بيدور على انه يجيب جول، والهدف الاولاني والثاني خلاص ساعدوه جدا. اوسوريو انا بتهيألي ان هو لازم يتعلم من بدايه التشكيل، مش لازم كل شويه ابتدي غلط واصلح. صح. او ابتدي صح واغير، لان في اوقات مش هتعرف تعوض، مش هتعرف تعوض خالص. فحازم اتكلم على مباراه الاهلي، يمكن مباراه الاهلي الشوط الاولاني 3-0 ما عرفش يعوض. صح. فانت عندك الفريق ده في فريق ضعيف، الشوط الاولاني هو بان ان هو ناس بتعرف تلعب كوره عشان الزمالك كان بيلعب غلط. صح. عشان انت الوحش، عشان هو اللي كويس. صح. الشوط الثاني حاجه ثانيه خالص. فانا شايف ان هو زي ما انت قلت
ثبت طريقه لعب. ايوه ده رقم واحد. تشكيل رقم اتنين. اعرف امكانيات لعبتك. صح. في اوقات في الدوري المصري او في افريقيا او اي بطولات هتيجي تحاول تغير مش تلحق. صح. عمرك ما هتقابل منافس كده. مبروك للزمالك. الحاجه اللي مفرحاني انا بقى بامانه يعني ان انت عيب ان فريق مصري يطلع من دور 32 في الكونفدرالية من فريق من جيبوتي او من اي فريق. ما ينفعش. في فرق خصوصا كبير قوي في كل حاجه. اهلي زمالك او اي فريق بيراميدز او فيوتشر او اي فريق بالذات الاهلي يبقوا مرشحين. اهلي وزمالك طبعا تحديدا التاريخ يعني يخليها عيب. طبعا اهلي وزمالك يا كريم على طول مرشحين للبطولات. فانت ما ينفعش تبقى انت في مصر وفريق يتقدم بهدف وتطلع كده. دي هتبقى عيب علينا احنا كلنا وعلى الكره المصريه. صح. فمبروك للزمالك. مبروك لحازم طبعا اللي هو كان يعني انا حضرت معاه ماتشات زمالك كتير وظروف صعبه بس المره دي لا يعني حازم من خارج لا حازم بره انا ما رشوفه كده بصراحه يعني انا كنت خايف عليه والله من فمبروك طبعا لحازم ومبروك للزمالك.